ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات بين مصر وأوزبكستان ووصفها بالأخوية والتاريخية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس أوزبكستان عقب المباحثات بقصر الاتحادية، قال إنه ورئيس أوزبكستان اتفقا على سرعة عقد اللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن. الحقيقة أيضا مباحثتنا تناولت استمرار التعاون واستمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية، وإحنا هنا بنسجل تقديرنا لدعم دولة أوزبكستان لمصر في الحصول على عضوية مراقب في منظمة شنغهاي. الإرادة السياسية موجودة، واسمحوا لي إن إحنا أيضا اتفقنا على سرعة عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في أقرب وقت ممكن، عشان ما اتفقنا عليه يتبلور من خلال اللجنة إلى مسار سريع للتعاون في المجالات المختلفة.